الخبر الاول اللي عدنا عن محمد جواني واخيرا طلوع من السجن. فمحمد جواني نزل هذا المقطع على قناته باليوتيوب، هذا المقطع على من خلال انه هو طلع من السجن، ولكن رفض انه يصرح شنو صار وياه بالضبط وش سبب تنزيل هذا الفيديو، هل بيستانس مع عيل وامها كان ورا هذا الموضوع او لا، ولكن قال انه حيوضح لنا الموضوع بالايام الجايه. المهم الف الحمد لله على السلامه والحمد لله انه رجع بخير. فاكتبوا لنا يا حبايب بالكومنتات الف الحمد لله على السلامه انه رجع بخير. الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجات اليوتيوبر، فاول يوتيوبر اللي عدنا هو نور مار. فنور مار نزل على سبب الانستغرام شوت ستوريات، وبهذه الستوريات كانوا يا قمر مار ويا رمار، وعلى من خلال انه راح ينزل مقطع باجر على القناه الاساسيه الساعه 4 راح تكون الستوريات تشوفوها. مات الخير، بكره ايش فيه؟ صورنا لكم فيديو مسلسل. بكره خليكم جاهزين على اليوتيوب على الساعه 4 القناه الاساسيه، فيديو خرافي. اما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا هو طارق باشا ومملكه القصص، والفيديو كليب بالنار اللي راح ينزل لكم يوم الاحد الساعه 4، ولكن للاسف ما راح يكون بمحمد جواني بسبب اللي صار وياه. وطبعا محمد جواني راح يطلع باشر بالستوريات راح يوضح ليش هو ما راح يقدر يصور ويانا، ولكن طبعا اكيد الديس راح يكون ديس تراك كلش قوي راح ينهي هواي اشخاص. فاكتبوا مرحبا بالكومنتات ايش قد متحمسين هذا الديس. الخبر الثالث اللي عندنا عنده هجوم متابعين نارين البيوتي على بيسان اسماعيل، فبيسان نزلت هذا المقطع على قناتها باليوتيوب، هذا المقطع استغلت بيه اسم ناري عم يجيب شويه مشاهدات على اسمها. طبعا بالمقطع صارت تكذب وتقول ماكو مشكله بينها وبين نارين البيوتي، ولكن طبعا هذا الشيء مو اول مره اسويه، سويته اكثر من مره، تطلع وتقول ماكو مشكله بين نارين ويتهجمون عليها، لاساس ان نارين بيوتي ما تعبرها ولا مره ردت عليها، وحتى بيسان اسماعيل خافيه اسم نارين بيوتي من التعليقات اللي عندها خايفه من الهجوم، لكن هي تقول هيك عم توقف الهجومات اللي تتعرض له. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات ايش رايكم بالتهجم اللي تعرضت له، هل هي تستحقه او لا؟ الخبر الرابع اللي عدنا عن ياسو ريدر وتطورات المشكله اللي صارت بيناتهم. وبعد ما شالوا الفولو عن بعض من حساباتهم بالانستغرام، ريدر مسح كل الصور اللي تجمعها ويا ياسو بحسابه بالانستغرام، بنفس الوقت نزل مقطع على قناته باليوتيوب، هذا المقطع كان بياسو وكل الكومنتات كانت تسال ليش ما تصور ياسو، ليش زعلان انت وياسو. اما بالنسبه لياسو فنزلت على حساب بالانستغرام شوت ستوريات، وبهذه الستوريات كانت بعد ما يمنحك الله بدايه جديده لا تكرر اخطاء الماضي. فللاسف يا حبايب اخترنا الثنائي كلش قوي باليوتيوب، عليكم اكتبوا لي بالكومنتات هل تتمنوا انه يرجعون لبعض او لا، وش تتوقعون سبب المشكله اللي بيناتهم. الخبر الخامس اللي عدنا على المتابعين وكشفهم الحقيقه بسام تكت واخفاء اسم عفراء من الكومنتات اللي عنده. اما اللي سأل سبب طبعا بالبدايه ما يعرف ان هي عفراء، فهي احد اعضاء فريق فوفان ابو للسابقين، ولكن بعد صارت مشكله بينها وبين وسام وطلعت من الفريق. اما بالنسبه للدليل ندخل على اخر مقطع نزله وسام تكت، بعد نروح ننزل على التعليقات ونكتب اسم عفراء، بعد نروح على كلمه لحتى تولى عم نرفع تعليق وتعليق لشخص طارق ورايه، بعد ما نفضل زين راح غير الحساب ونشوف التعليق راح يطلع للناس او لا، بعد ما غير الحساب ونزل نبيع التعليقات ورحنا على كلمه لحتى تولى راح نشوف ان تعليق مظهر وان تعليق هذول اشخاص ثانيين ظاهر. فاكتبوا لنا احبابي بالكومنتات شاركم بسام تكت وحركه اخفاء اسم افراء من الكومنتات اللي عنده. الخبر السادس اللي عدنا عن نارين بيوتي وهل امها خطفت او لا. نارين بيوتي نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات كانت كاتبه بيها امراه عمرها 18 سنه لابسه اسود وقميص ابيض مخافيه ومختفيه، اسمها نارين بيوتي مختفيه، ما راح تكون ستوريات تشوفوها. جايز كنت عم بتسوق مع ماما بالمول ضاعت، طلعت لبرا ادور عليها ضاعت. اذا حدا شاف ماما بالمول مول الامارات لابسه اسود قميص ابيض تحته ابعثوا لي دي ام لانه صار ضيعت اكثر من ساعه. سو ثانك يو. وطبعا يا حبايب جاد وفرب نزل مقطع على قناته باليوتيوب وفضح بي بي سان وامها، راح اعطيكم رابط مقطع بالوصف، هذا المقطع كلش قوي هواي حقائق راح تعرفوها عن قصه جواني والسجن مالته، راح اعطيكم اياه رابط بالوصف راح تشوفوا كامل عم تفهموا القصه بالكامل. وبس روحنا صارت المقطع حبايب ثلاث مرات اليوم نزل لكم ثلاث مقاطع، فاتمنى تقدروا هذا التعب يا حبايب وتحطون زر اللايك وتشتركوا بالقناه، وبس شكرا لكم، اعبوا لي كومنتات وبس مع السلامه.